ولكن دكتور وراغ، هذا التطور العسكري الروسي جاء أيضا بعد قصف أوكراني استهدف مدينة بلغرود الروسية المحاذية لأوكرانيا. يعني عندما هناك من اعتبر بأن أوكرانيا قد خاطرت بنفسها عندما استهدفت أو فجرت جسر القرم، والآن مخاطرة جديدة باستهداف مدينة بلغرود، وبالتالي الرد الروسي بحسب تحذيرات الرئيس بوتين سيكون صارم ويتناسب أيضا مع الاستهداف الأوكراني. الحقيقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليس حاجة إلى ذريعة، يعني قصف أو استهداف جسر القرم أو كيرتش أو استهداف البنى التحتية في المدن المجاورة للتراب الأوكراني من بيلغراد، هذه فقط ذريعة. المسألة عندما يقوم الطرف الآخر باحتلال أراضي أوكرانية مهمة ومقومات اقتصادية هائلة، نقصد هنا منطقة الدونباس، الموانئ، المناطق الزراعية خاصة منطقة خرسون وكذلك شبه جزيرة القرم، هذا يقوم لأن هذه الضربة قاتلة للاقتصاد وللسيادة. أما ما يخص أن القوات المسلحة الأوكرانية تستهدف البنى التحتية المجاورة يعني جغرافيا، هي عبارة عن أهداف مشروعة. لماذا؟ لأن الدولة الأوكرانية تدافع عن ذاتها وتدافع عن سيادتها، وهذا ضمن متطلبات وبنود المواثيق الدولية وميثاق الأمم المتحدة، يعني هذا الحق مكفول. لأن هذه القوات الروسية تأتي من تلك المناطق، إطلاق الصواريخ يأتي من المدن المجاورة، الجندي الروسي يذهب إلى الأراضي الأوكرانية باستعمال اللوجستيات والبنى التحتية العسكرية المتواجدة في المناطق المحاذية، أقصد هنا التراب الروسي. أما ما يخص جسر القرم فهو يستعمل لنقل الأسلحة والعداد والتجهيزات والقوة الحية إلى جبهات القتال في خرسون وزاباروجيا. إذن هذا الجسر أصبح جزء يتجزأ من الترسنة العسكرية واللوجستيات العسكرية التي تحطم السيادة الأوكرانية، فهو هدف مشروع ويقع ضمن المعرف عرف الدولي وعرف موثيق الأمم المتحدة للدفاع عن النفس والدفاع عن السيادة. المسألة أن بوتين يقول أن استهداف الأراضي أو المدن أو الجسر هذه فقط ذرائع من أجل كسب، يعني أولا هذا وجه التغذية السياسية الداخلية لكسب وحشد وتعبئة المواطن الروسي ضد الدولة الأوكرانية، وكذلك إيجاد حلفاء لهم نفس المسائل، وخاصة الصين لديها مسألة مع تايوان، وهناك دول أخرى لها مسائل تتعلق بالأراضي التي تقع تحت الاحتلال أو تقع بسياق أنها تريد أن تحصل على استقلالها. فهنا بوتين يرمي هذه الأوراق لكسب الرأي العام وحشد تحالف جديد، يعني مخالف ومناهض لحلف الشمال الأطلسي ولمنظمة المتحدة بصفة عامة، لأن التحركات الأخيرة التي كانت ضمن المؤتمرات وكذلك مثلا منتدى التفاعل وإجراءات بناء الثقة، كذلك هي محاولة لإيجاد منصة بديلة لمنظمة المتحدة والمؤسسات الأممية. فالأمور أخطر من ذريعة أن الدولة الأوكرانية والقوات المسلحة الأوكرانية تستهدف بنى تحتية تغذي. طيب دكتور أوراق، ختاما معك.